سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. بصلي النهاردة سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح ملك السلام نفسه. احنا في حاجة شديدة اليوم إلى طلب سلام الله في قلوبنا وفي بلادنا، وإن الله يفتح عيون قلوبنا علشان نعرف خلاصه وغفرانه ومحبته. احنا في أشد الحاجة لأن نرى عمل الله في حياتنا اليوم. حلقة النهاردة هتكون بعنوان أسرى بني قريظة ودماء لم تجف إلى اليوم. النهاردة أنا حابة الأول قبل ما ابتدي في الموضوع حابة أن أنا أقدم تعزية لأسرة وأصدقاء الأخت فيرا. الأخت فيرا انتقلت من كام يوم، والحقيقة أنها كانت شخصية غالية على قلبي جدا. إحنا نعرفها هنا على البرنامج ده وفي وسط الخدمة وفي وسط الخدام في أماكن كتيرة من العالم. الحقيقة بنعرفها كخادمة للمسيح، ميزها الرب بقلب شفاه هو وملأه بالغفران والمحبة والتفاني في خدمة العابرين وكل من قابلها من أبناء الرب. الحقيقة الأخت فيرا كانت ضيفة في برنامج المرأة المسلمة، وانتوا بقى كمشاهدين بتعرفوها من خلال مشاركتها ببرنامج المرأة المسلمة في الحلقة 492، وكانت بعنوان الغفران معجزة. الحقيقة أن الغفران كان معجزة في حياة الأخت فيرا، وهي الله شفاها من غضب وكراهية وقرب منها في وقت كان حالك جدا في حياتها. أرجو أنكم تعودوا وتشاهدوا الحلقة دي، لأننا يعني النهاردة بالذات إحنا بحاجة أكتر من الأمس لمعرفة قوة الغفران، وإزاي ربنا بيكسر خطط الشيطان ويشفي أجيال كان من الممكن أن يبتلعها الغضب. فيرا من سوريا ومسيحية الأصل، وفي أوائل يمكن 2014 تقريبا المسلمين قتلوا ابنها، وكان قتل على الهوية، واقف في البلكونة ضرب رصاصة لأنه مسيحي، وكان الأمر طبعا ابنها الكبير وحاجة صعبة جدا عليها، فكان الأمر صعب جدا عليها تحتمله، ودخلت في مرحلة من الألم شديدة جدا. لكن الله عمل معجزة في حياتها وعلمها كيف تغفر للقتلة، ومش بس كده، استطاعت أنها تحبهم وتخدمهم إلى آخر أيامها على الأرض. أنا بشكر الرب أنه باركني وعلمني من خلالها. في أي وقت كنا نكون موجودين في خدمة مع بعض والناس بتسأل أسئلة أو الناس بتتضايق أو الناس بتتنرفز، فيرا كان عندها دايما نعمة من الرب إنها تهدي الكل وتعطي سلام اللي نابع من قلبها، المحبة اللي الله زرعها فيها، كل المحبة للأسرة وكل أبنائها وبناتها في الإيمان. بصلي إنكم تكملوا مسيرة الغفران والمحبة اللي فيرا كانت مثل رائع ليها، والرب يعزيكم ويعزينا. وتعزيتنا إنها مع المسيح، وذاك أفضل جدا، ولنا لقاء قريب أختي الحبيبة. خليني أخد عدة دقايق في التعليق على الأحداث الجديدة في حرب إسرائيل وحماس النهاردة، ومن خلال خبر الأسبوع. الحقيقة النهاردة كان بداية الخبر المحزن اللي احنا شفناه النهاردة الصبح، انه النهاردة الحرب ابتدت من جديد. مرة تانية بنشوف شعب غزة بيعاني معاناة فوق معاناتهم المريرة اللي هم بيمروا بيها دلوقتي. معظم الشعب عايش في العراء، في المطر والبرد، بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم. ناس عايشة اوريدي في ألم. يعني النهاردة شفت الفيديوهات والناس الدنيا بتمطر وهم بيحاولوا يداروا على حتة
نار كده يدفعوا عليها شوية أكل، أو يطبخوا عليه حاجة يأكلوا العيال. يعني الأمر غير محتمل، فقدوا بيوتهم، فقدوا أهليهم، فقدوا الكثير. مشاهد مؤلمة كل يوم بنشوفها النهاردة، ونعود إلى الحرب مرة أخرى. وما زال النازحين هروبا من القصف بيتحركوا من مكان لمكان، يعني لسه الناس بتتحرك من مكان لمكان، والأمر ده هيتغير أيضا. فإحنا عايزين نصلي حماية على الناس دي وعلى الأطفال دي، وإنه الله يعطي شفاء للناس دي حقيقي من جواهم علشان المستقبل يتغير. الناس دي فقدوا كل شيء، واللي سابوه وراهم لن يعود، إن كان أملاك أو أحباء أو حياة زي ما كانت في الماضي، لأن الـ 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 الذكريات المؤلمة لسه مزروعة في قلبه. المشاهد الحقيقة كتيرة جدا، وفي مشاهد مؤلمة كتيرة جدا، لكن زي ما عودتكم أنا مش هحط مشاهد مؤلمة، لكن أنا عايز أحط مشهد للتذكرة. شوف الفيديو ده معايا النهاردة. وين رايح؟ خايف؟ ليش حامل علم الأبيض؟ انت شارب نازح الكيف؟ نازح تحت القصف؟ خايف؟ لا. وانت يا سوما؟ انت خايفين؟ عندنا بابا ورانا، يلا اسرع بسرعة. خفيش خفيش يا بابا، خفيش. الحمد لله قدرت اطلعكم. الأمر مؤلم جدا، يعني البنت والولد ما يطلعوش 4 سنين و3 سنين مثلا. خايف؟ يقول له لا لا خايف طبعا. طب انت ماسك الراية البيضة دي ليه؟ الولد مش عارف هو ماسك الراية البيضة دي ليه، لكن هو بيقوم بدور. لكن في يوم من الأيام الولد ده هيفتكر ده، وهيفتكر الراية البيضة دي كان ماسكها ليه، وهيفتكر الرعب والخوف اللي هو كان عايشه. والله يحفظكم يا رب، احفظهم في اسم يسوع، وصلهم بالسلامة لمكان آمن في اسم يسوع، بصلي من أجلكم. والأب بيقول الحمد لله أني قدرت أخرجكم. الحقيقة أنا وقفت عند الحتة دي. أنت قدرت تخرجهم، أنت مسموح لك تخرجهم، لكن مين اللي بيمنع الناس تخرج؟ إحنا عارفين أن حماس بتمنع الناس تخرج، لكن نشكر الرب على اللي خرجوا ويكملوا يخرجوا، وأن الله يجد ليكم مكان آمن. الحقيقة أنه كل اللي بيحصل في الحرب دي بين حماس وإسرائيل النهاردة، لازم نقف عند قيمة الإنسان، قيمة النفس الإنسانية عند الله. النهاردة شفت فيديو لأطفال متكتلين في المستشفى حماية ليهم، أو لأنهم مرضى، أو لأنه خلاص ما بقالهمش أهل. الناس ما بقاش عندها أماكن تحط فيها الناس تتحامى فيها. فأنا بصلي إن الله يعني يفتح أبواب للعقلاء إن هم يتدخلوا، ويتدخلوا بالسلام مش بالحرب، ويتدخلوا بقمع عمل حماس في المنطقة العربية كلها، لأننا عارفين عمل حماس. مصر تشهد، شهداء مصر يشهدوا. السؤال إيه هو المستقبل؟ وإزاي هننتهي من الأمر ده؟ كلما طال الأمر كلما طال الألم. والمستقبل في العيال اللي انتوا شايفينهم دول، هيفتكروا ايه وهيعملوا ايه؟ هيطلع واحد عايز يبقى يتعلم ويبني بلده بناء حقيقي تحت حماس؟ استحالة. ولا هيطلع واحد شايل سلاح ويبقى قاتل ويقتل أيضا؟ هي دي النهاية. فأنا بصلي إن الله يعطي سلام. الحرب شر شر، والقيادات دائما لا تهتم بالضحايا. القيادات عندها أهداف سياسية محددة لازم يعني تحققها. السلطة ال 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 القوة اللي في إيدين الناس دي لازم يكون عليها سيطرة. معظم الناس لا ترى الضحايا.
أنا أقدر أقول إنه حماس لا ترى الضحايا ولا تهتم بالضحايا، والضحايا يخدموهم ويخدموا القضية الإسلامية مش قضية فلسطين، لأن قضية فلسطين مش هيحلها إلا الناس دي مش حماس. الناس اللي عايزين يعيشوا ويبنوا ويكملوا، كل من كان في السلطة وكان في المباحثات كله اتدور وخرج، حتى ولو كان العرض الموجود على الترابيزة يضمن أمان الناس، الكل خرج. أنا بصلي أيضا أن إسرائيل تجد حل إنساني. أنا عارفة أن هما بياخدوا احتياطات بنشوف، لكن أيضا مع الاحتياطات في ناس بتموت كل يوم بأعداد كبيرة. القضاء على حماس مهم، لكن تكلفته الإنسانية باهظة. فبنصلي يا رب أنه أنت النهاردة تضع حكمة في قلوب الناس المسؤولة، تجد بين القادة اللي في الشرق وفي الغرب حكماء يتكلموا بسلام، يجدوا حلول إنسانية تساعد الناس دي وتعيد بناء المكان ده، ويكون مكان حر مفتوح في سلام. بصلي يا رب من أجل سلامك في الوسط، سلامك على غزة، سلامك على شعبك اللي على الأرض، سلامك على إسرائيل. يا رب أنت فقط من تستطيع أنك تحل هذا الأمر. العالم كله مازال النهاردة شايف أن حماس عليها اللوم، لكن البعض ممكن يبقى شايف أنه حماس هي الحل. الحقيقة انه ده ما يعني ما انتجش اي ثمار على ارض الواقع. الثمار انه الناس اللي في غزة بتموت، وانه حتى العرب اللي جوه اسرائيل بيضطهدوا، لان ده خايف من ده وده خايف من ده. انا قلت الكلام ده قبل كده، لكن واقعيا حماس هي المسؤولة عن الحالة اللي فيها الشعب غزة، وهي عليها الجرم الأكبر اللي احنا شايفينه النهاردة. حتى أبناء غزة بدأت بقى دلوقتي تعلو أصواتهم بده، وأنا بشكر ربنا أنه ده ابتدى يحصل، لأن ده بداية تغيير. في الحلقات اللي فاتت قلت لكم أنها هتبتدي بواحد باثنين بثلاثة، صوتك هو صوتك لازم يعلى علشان تدافع عن بيتك وأهلك. ابتدي بحماية جوه البيت، وبعدين ابقى اتكلم بعد كده في مفاوضات مع اسرائيل ولا غيره. لكن انت بتتضرب من جوه ومن بره. المقاومة الحقيقية ستأتي من الشعب، من شعب غزة نفسه، وهم اللي قرروا مصيرهم. هنشوف في الفيديو دلوقتي، على فكرة في عدة فيديوهات في مناطق مختلفة الناس ابتدت تتكلم فيها عن بصوت عالي عن اعتراضهم على حماس. شوف الفيديو. يعني في فيديوهات عديدة، لكن انا عاجبني الفيديو ده، لان الراجل خلاص يعني طلع من هدومه وقاعد على الارض، وحلوا عننا بقى. الراجل ده يا ترى مثله كم واحد؟ الناس اللي واقفين دي كلهم مثلهم كم حد؟ عاشوا قمع شكله ايه جوه بلادهم؟ يبنوا وحماس تهد، يبنوا وحماس تاخده للأسلحة والخنادق اللي بيبنوها والكلام ده كله. ليه بنقول ان حماس إرهابية ومنفصلة عن واقع أهل غزة؟ لأن القادة نفسهم كلما تكلموا أدانوا أنفسهم. قبل الهدنة سمعنا إنه الناس اللي كانت بتتكلم على الهدنة من قادة حماس قال لك ده إحنا انتصرنا وإحنا والعدو انهزم وإحنا ردعناهم ومش عارف إيه. طب كنت بتتحايل عليهم يعملوا الهدنة ليه؟
عشان تاخد 250 أسير، ده أنت عندك آلاف ماتوا عشان تاخد 250 أسير، ولا دول مش 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 أسرى، دول مساجين مش أسرى، وانتوا اللي عندكم مش أسرى، دول مختطفين. نسمع كده الاهتمام السنوار بقى، نشوف السنوار بيتكلم عن أكاذيب النصر وادعاءات القوة، يعني الحقيقة ما بلا منطق خالص. خلينا نشوف. غزة يزيد على 500 كيلو متر، يعني لو صحت روايتهم فهم دمروا بس ايش 20%. وقد شرفني الله مع انتهاء المعركة ان اقوم بجولة في بعض المناطق لأتفحص حقيقة الضرر الموجود. انا اقول لكم ان الضرر الموجود لا يزيد ولا يصل الى 5%، وانه سيتم استدراكه بفضل الله سبحانه وتعالى وترميمه خلال ايام معدودة. ورشات تصنيعنا، غرف التحكم والسيطرة لمقاومتنا ولكتائب الشهيد عز الدين القسام، مقاسم الاتصالات، كل شبكات بنيتنا التحتية في المقاومة لا تزال موجودة وبواقع لا يقل عن 95% بفضل الله سبحانه وتعالى. مين بقى دفع الثمن في كل ده؟ ده يعني ده نخع على فكرة، ده بيتقال بالمصري كده، ده نخع، انت بتنخع. اوكي 5%، بس انت الخمسة في المية دول بيتدكوا النهاردة. مين بقى اللي دفع التمن؟ الشعب، الناس، البيوت، البيزنس، الحياة، اللي كان الشعب يعني عنده جزء من شكل الحياة. انت النهاردة بقى بيقول لنا السنوار انه راح وشاف واتطمن على كل حاجة وكده. طيب هم يعني كويس انك رحت وشفت وتمشيت وكده، عشان هم كمان شافوك اكيد، وشاف انت رحت شفت فين وكل حاجة، واكيد هم عارفين انت دلوقتي بقيت ال 95% من الخنادق اللي انت بتقول عليها دي فين. يعني هو يعني السؤال برضو، انت رحت زورت الخنادق، هل حضرتك رحت زورت الناس اللي موجودين في الـ في الـ في الشوارع، اللي عايشين في الـ على الـ على البحر، واللي عايشين في وسط الشجر، واللي ما لهمش مكان يتلموا فيه؟ زورت الجرحى، كلمت الناس، شجعتهم؟ انا مش فاهم انت قاعد على كرسي بتوعظ مين، يعني ايه بالظبط اللي انت بتحكيه ده، بتكلم مين؟ يعني انت عايز تقول لي ان قدامك جموع من الناس ملمومه بتسمعك مثلا؟ قلت لهم ايه؟ يقول ان انتم مهتمين بيهم بحياتهم. شوف بقى، كمل النخع بقى، نشوف بقيت ده بس جزء من بقيه النخع، عشان عجبني الحته دي بالذات. نشوف الفيديو. وأحب أن أؤكد لكم ولأمتنا ولشعبنا أنه كان في مخطط كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تختتم هذه الجولة بضربة صاروخية من 300 صاروخ رشقة واحدة نصفها على تل أبيب وجوجدان، تم إيقافها في اللحظة الأخيرة نتيجة الوساطات التي كانت تتحرك والرجاءات التي كانت لنا بانه يا جماعه الخير بذلنا جهد كبير جدا عشان نلم الموضوع، بلاش الامور تنعكس وتطلع النتائج كبيره والقصف بتاعك ويدمر ويلحق ويعمل ويسوي، فخلص دخيلكم. فقلنا اكراما لاخواننا في قطر، بس عشان خاطر قطر مش الاطفال والشعب اللي انتوا قتلتوه نفسيا ومعنويا واجتماعيا، عشان خاطر قطر. وقطر اتحايلوا عليه، معلش هدي اخلاقك بس عشان انت القصف بتاعك ممكن يعني يدمر الناس هناك وتبقى حاجة كبيرة. يعني هي لو اسرائيل عايزة تدمر المكان كله في يوم، عندها الامكانية انها تعمل كده، وانت عارف ان انتوا ما عندكوش الامكانيات دي، بس بتقول كلام للناس، بتشبع الناس كلام. وايضا الكلام اللي بيقولوه القاده اللي زي السنوار دول بيقول لك انه
لا قيمة للإنسان في عينيهم. مش أنا هعمل على إنه يجي لكم معونات، أو إنه أنا هعمل على إحنا وقفنا الهدنة علشان نقدر ناخد نفسنا ونساعد المرضى أنت خدت الهدنة علشان بس تنقل الناس بتوعك وتخرج الناس بتوعك. مع انه لو نفتكر يعني هم كانوا في الاول بيساوموا على نديكوا الاسرى ونخرج 160 ولا 160 من القاده بتوع حماس بسلام. ما كانوش عايزين المساجين، هم كانوا عايزين هم يخرجوا ويسيبوا الشعب. هذه هي القياده على الارض، هم دول الناس. خلينا بقى نشوف من قطر، نشوف الأستاذ هنية بقى بيتحفنا بإيه. الفيديو ده لازم نقعد كما نكرره. قلت وفي كل مرة أكرر، إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم، بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة، لكي توقظ فينا العناد، لكي توقظ فينا التحدي والسير إلى الأمام على حساب الناس. كما قلت وفي كل مرة أكرر، إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم، بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة، لكي توقظ فينا العناد، لكي توقظ فينا التحدي والسير إلى الأمام. إلى الأمام فين؟ حضرتك رايح فين؟ قدامك الحارة سد أصلا. إيه إلى الأمام؟ ومحتاج دماء الأطفال عشان توقظ فيك الثورة. يعني المفروض أنه القيادات السياسية بيبقوا عارفين دورهم الأساسي. عندك أهداف معينة علشان تبني البلد، علشان تحل قضية، علشان تقدم حاجة للناس اللي هم الأصل اللي انت يعني انت المفروض انك خادم لهؤلاء. انما قادة حماس هم خدام لإله الإسلام وللقضية الإسلامية، وخدام لمصالحهم الشخصية والمادة للفلوس اللي هم عايشين بيها. الشياكة اللي انتوا شايفينها ده اللي بره حاجة واللي جوه حاجة تانية، بس اللي جوه برضو بيخرج عياله ويطلعهم بره، لكن بقيه الشعب يموت. الكتاب بيقول كده: من فمك أدينك أيها العبد الشرير. أنت دماء الأطفال مش مهمة عندك، دماء الشيوخ والشباب ومن قتلوا مش مهمة عندك، لكن مهمة عند أهلهم، مهمة عند الشعب ده، الشعب اللي عايز ينمو ويكبر ويعيش في سلام. في واحدة ست كانت في أول أيام قبل الهدنة كده بكام يوم خارجين مع الناس، وبصراحة كل ما أشوف الفيديو بتقطع قلبي، لأنها بتقول الحرب دي خدت مني رقات. ده صحيح، الحرب أخدت من الشعب رقات مش منكم أنتم. خلينا نصلي من أجل الشعب وسلام العالم، وأيضا أنا أصلي من أجل انتهاء الإسلام وفكره الشرير. رب أنا بصلي من أجل شعب غزة اليوم. أنت ترى ما لا نرى يا رب، وأنت أكثر قربا ومحبتك يا رب تغطيهم. فأنا بسألك يا رب اليوم أنك أنت تكون غطائهم، زي ما غطيت شعبك في البرية بالسحابة وبعمود النور وبإرشادك ليهم وبظهورك في وسطهم. أنا بسأل يا رب اليوم أنك تظهر في وسط هذا الشعب بشكل إعجازي، وتظهر نفسك وحقك، لأنك أنت فقط الطريق والحق والحياة. أنت فقط من تستطيع أن تشفي ألمهم كل يوم يا رب. أنت فقط من تستطيع أن تقدم لهم المعونة الحقيقية وتعطيهم قوة على تغيير الواقع يا رب. بصلي من أجل السلام في الوسط، بصلي من أجل حكمة للشعب وللقادة في اسم يسوع. بصلي أيضا يا رب أن الفكر الإسلامي ينكشف أمام أعينهم، وأن حماس تنتهي
في اسم يسوع، لأنهم أدوات شر في العالم الآن. أمين. خلينا نعود بقى لفكرة حلقة النهاردة، وهي أسرى بني قريظة ودماء لم تجف إلى اليوم. الحقيقة أنه يعني وأنا بشوف الأحداث بقى، وحماس بتاخد المساجين اللي بيقولوا عليهم أسرى إذا كانوا محكوم عليهم في قضايا ضد الدولة الإسرائيلية، أمور قانونية، يعني أين كان. أوكي، هم طلبوا ناس معينة يطلعوهم منهم، زي مثلا مكان السنوار ده كان محبوس وخرج أيضا في تبادل أسرى زي كده. أوكي، فأنا يعني شفت بعض الأسرى اللي طلعوا من أو المختطفين اللي طلعوا من عند حماس، والمشاهد بقى الدرامية الكوميدية اللي عمالين يقول باي باي يا مايا، وتعمل لهم كده ويعملوا لها كده، يعني وطبعا هم بيصوروا تبقى عارف ان هو الناس مش عايزة احط صور ولا فيديوهات ولا حاجة، لكن بس انت عارف انه الناس واقفة ورا باب العربية، وبعدين بيعدوا لهم واحد اتنين تلاتة، فتروح طالعة بقى ومبتسمة وعاملة كده وباي باي ومش عارف ايه. عايزين يقولوا لنا ان احنا يعني عملنا الناس دول بمنتهى المحبة، وقد ايه بقى هم وقعوا في حبهم، والكلام بقى على انه الاسيرة دي وقعت في حب مش عارف مين، والكلام بتاع محمد وصفية والكلام ده، مع ان احنا عارفين ازاي يعني على فرض انكم اكلتوهم وشربتوهم ومش عارف ايه، لا الاسرة طالعين بيقولوا ان هم كانوا بيشير طبق رز وكلام من ده، زي برضو الاسرة المساجين اللي طالعين من سجون اسرائيل بيقولوا ان هم ما كانوش بياكلوا وكلام من ده، كلام ده كده وده كده. اوكي، انا بس عايز اتكلم على المنطق. الناس اللي انتوا خطفتوهم دول، انت قبل ما تخطف البنت ولا الست الكبيرة ولا الراجل ولا الطفل، كنت قاتل قدام عينه امه اخوه اخته ابوه مراته جوزها. ازاي تتوقع ان احنا نصدق ان هم خارجين من عندك حبينك عشان انت لطيف قوي الحمساوي الكيوت؟ ففكرت انه يعني في دائما حاجات كده زي يفط بيحطها الإسلام، إنه الإسلام قال إنه محمد عمل قوانين تضاهي القوانين العالمية في التعامل مع الأسرة، لكن الواقع عندما نقرأ نجد غير ده خالص، ونجد إنه البذور الأساسية في النظرة، نظرة الإنسان المسلم للإنسان اللي أمامه، دائما محورها الفكر الإسلامي. ودي قضيتنا الأولى، لأني أنا عايز أقول لك النهاردة وأقول لك أنه إله الحق يسوع المسيح عايز يحررك من الفكر ده. حمساوي بقى، غزاوي، إخواني، أنا عايز أقول لك أن النهاردة يسوع المسيح عايز يحررك من فكر الشر ده، وعايز يعطيك حياة جديدة، وعايز يعرفك شخصه وفكره الحقيقي وقيمتك كإنسان عنده. فلما تعرف قيمتك عند الله هتعرف قيمة الإنسان اللي قدامك عند الله. خليني أحكي لكم بعض القصص اللي موجودة في التراث الإسلامي، بس هاخد مكالمة الأول. أخت فريال، أهلا بيك يا أخت فريال، إزايك حبيبتي؟ اهلا بك يا اخت اماني، سلام ونعمه المسيح معك عزيزتي. سلام المسيح. احنا نصلي الحلقه الماضيه ما قدرت اتصل مع حضرتك، وقلتي كلمه حقيقه لمست قلبي، وانا دائما هذه الكلمه يعني اقف لما اقراها اقف بدموع الحقيقه، اللي هي فتحنن يسوع لما شاف الجموع وشفى مرضاهم وأطعمهم بخمس أرغفة وسمكتين، أجمع 5000 من الجموع. أختي أماني، فعلا حسيت ولمست قلبي هاي الكلمة لما حضرتك قلتيها، أنه روحي وروحك سوا،
لأنه المسيح يجمعنا. أمين. محبة المسيح وروح القدس اللي يجمعنا. أمين. فأنا أصلي باسم يسوع أنه فعلا يتحنن على هذا الشعب، على الأطفال، على الكبار، على النساء، على الشيوخ، وحتى على الشعب في إسرائيل. يا رب. يتحنن عليهم باسم يسوع ويعطيهم السلام ويخلصهم. أمين. من هذه الزمرة الحقيقة اللي هم كارثة نعم. على العالم كله. فلكن هذا حضرته اللي يطلع أبو هنية وغيره، ما يروح حضرته هو يقود حماس ويروح هو إلى الحرب؟ ليش قاعد في القصور وأولاده يدرسون في الجامعات ويبعث الناس الغلابة؟ لكن ماذا يقول عنهم الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله الحق؟ أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي. حقيقي. أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق، طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل. سفر إشعياء إصحاح 59. أي. فهم هذول الناس، فإحنا حقيقة نصلي من أجلهم أنه الرب يرحمهم. أمين يا رب في اسم يسوع. من قلب الحجر يعطيهم قلب. أمين. لحم. في اسم يسوع. باسم يسوع، وهو قادر على نعم. كل شيء. وفي منهم. أختي أماني والرب يحفظك. ويحفظك يا فريال. أختي أماني أرجوك بس تصلين من أجلي وأجل زوجي، تعبانين كثير كثير صحيا، فأرجو الصلاة من أجلنا. خليني أصلي معاكي دلوقتي يا فريال، وكل إخواتنا المشاهدين يصلوا معايا من أجل فريال وزوجها. يعني يا رب احنا بنشكرك لأنه أمانتك يا رب إلى ظهر الدهور. أنت أمين علينا يا رب، ومحبتك وتحننك علينا. فأنا زي ما فريال لمس قلبها كلمة أنه يسوع تحنن على الجموع، رب أنا بقول لك أنت الآن تنظر إليها ولزوجها وتتحنن عليهم، تشفي أمراضهم، تكفي احتياجاتهم، تضمد جروحهم يا رب، تعينهم على الخدمة، تقيمهم على أقدامهم أمامك اليوم يا رب، فرحين بشفائك وفرحك في اسم يسوع. أمين. أمين. أشكرك، الرب يحفظك أختي الغالية. شكرا حبيبتي، الرب معك. الرب شكرا. يباركي. مع السلامة ويباركك. حبيبتي. Thank you. معنا الأخت أميرة كمان، أهلا بيكي أخت أميرة، تفضلي. أهلا. سوري أنا مش سامعة، سامعاني حضرتك؟ دلوقتي سامعاكي حبيبتي، تفضلي. طيب أنا عندي تعليق على الإرهاب الإسلامي والفكر المسلم. تفضلي. إحنا أول ما ابتدينا نشوف الإرهاب الإسلامي كانوا دايما يقولوا الله أكبر وهم بيقتلوا وبيدمروا. أصبحت بالنسبة للغرب كلمة الله أكبر هي كلمة لوجو للإرهاب. طبعا. أي واحد هيقول كلمة الله أكبر أصبح معناها إنه إرهابي. كلمة مرعبة. يعني مرعبة. طيب دلوقتي الشهر اللي فات لما شافوا الفيديوهات والصور بتاعة المجرمين اللي نفس الرئيس بتاعنا بايدن قال دول أبشع من قاعدة وآيسس وهم بيدبحوا، النهاردة الحكومة منعت تماما نزولها لأنها لو نزلت مش هيشوفوا فلسطيني ماشي في الشارع أو يمكن مسلم، الأمريكان هيقوموا عليهم. وشفنا انه واحد امريكان لما شاف ثلاثة بالسكارف بتاع الكوفية بتاعت الفلسطين قتلهم ضربهم لانه شاف المناظر البشعة اللي بتيجي منهم. انا شفت الحادثة دي امبارح فعلا. وكل اسف لما يطلع تاني على التلفزيون مع والدته بيصر انه هو يستفز الغرب في حين لأنهم شافوا المجرمين دول كلهم لابسين السكارف فأصبح لوجو نمبر 2 في الإجرام الإسلامي. هل شفنا واحد عاقل مسلم يقول نعمل إيه عشان نحسن صورة الإسلام للغرب؟ الأول كان بيجي المسلم يقتل ويذبح، النهاردة من كتر ما شافوا الإجرام بتاعهم بقوا لما يشوفوا واحد مسلم عايزين يقتلوه. شفنا طفل 6 سنين بيتقتل ب27 طعنة، شفنا 3 ماشيين بالسكارف الإسلامي، ولم نسمع عن مسلم واحد قال أعمل إيه عشان أحسن من صورة الإسلام في الغرب. مراحل يا أميرة، هي مراحل. هم أخذوا مرحلة تحسين صورة الإسلام والمكياج الإسلامي
كان ده كان زمان، ده كان ايام الثورات بقى وكده، وجم هنا وجملوا الشكل وقعدوا ونشروا وعملوا اللي هم عايزينه. دلوقتي بقى مرحلة الانياب. طب انا هنا يعني الاحاديث اللي بتطلع دلوقتي بيقول لك لو هتحصل حرب ثالثه هتبقى ما بين المسلمين والعالم المتحضر في الغرب. معنى كده يعني هل في واحد مش شايف هذا المنظر؟ عندي سؤال بقى عايز اقوله، هل الغباء والعتا وراثه ام اكتساب؟ يعني اللي مش ما يشوفش من عين الغربان كمصريين بيقول لك يبقى اعمى. لو نقول ان اللي المسلمين مش شايفينه زي الغرب ده وراثه، يبقى ربنا اللي يتحاسب لانه هو عطاهم جينات ما تشوفش الحقائق. لا هي مش جينات، هو روح الشر وهي الإسلام، هي مش جينات. ده اللي عايز أقوله. Yeah. دي روح الشر. يا إما وراثة يا إما اكتساب. طالما ما هياش وراثة يبقى اكتساب، يبقى فعلا القرآن فيه إعجاز، اللي يقراه يجيله تخلف عقلي ويتحول إلى مجرم. بس يبقى فعلا ساعتها نقول إن فعلا في إعجاز في الإسلام وفي كتاب محمد. ولا حتى بصي أنا مش عايزاهم لحسن يفرحوا ويقول لك إحنا بقى عندنا إعجاز الإرهاب دلوقتي. ما هو ده الإعجاز. إن اللي يقرأ هذا الكتاب يتحول يبقى مجرم، وده ممكن يقود إلى حرب عالمية ثالثة ما بين المسلمين. النهاردة في الكنائس محدش طايق يسمع باسمهم. أنا مش بتكلم على الكنائس العربية، أنا بتكلم على الكنائس الأمريكية. إحنا عايشين هنا في أمريكا، لينا جيل. بصي إحنا كانوا بيصلوا لهم، دلوقتي لا مش طايقين يسمعوا بأساميهم. بصي بقى ده الحاجة، بما إنك قلتي الحتة دي، هي ده النقطة اللي أنا عايزة إن إحنا نقف عندها كمؤمنين وكأولاد الرب النهاردة، إنه احنا بقى لازم اصواتنا تعلى اننا نصلي لهم، لانه الكنيسه لا يجب ان تفقد دورها الاساسي في توصيل كلمه الرب. وحتى يعني معلش سامحوني، احنا المسيحيين معروف ان احنا هنضطهد من اجل المسيح. مين اللي بيضطهد؟ الاسلام مش المسلمين. المسلمين ضحايا الاسلام، هم صحيح ادوات، فيجب انه احنا ادوات للشيطان بالظبط، لكن هم ادوات، هم مستخدمين. لكن انت شايفه النهارده انت حضرتك بتكلمي واحده من خلفيه اسلاميه، شوفي النهارده الله عمل جوايا انا ايه علشان اشوف الحقيقه. وزي ملايين، انا مش عايزاكم تيأسوا من الموضوع ده، زي ملايين في العالم دلوقتي بيصلوا وبيعملوا وبيبشروا حتى وهم مضطهدين، حتى وهم مسجونين. بس اللي عايز اقوله لك، مع احترامي لحضرتك والاخ اندرو والاخ رشيد، اللي عملته القاعده واللي عملوه حماس من شهر قد اللي انتوا عملتوه كلكم في العمر كله، لانهم شافوا الاسلام الحقيقي. تقصدي من انه لما يعني بصي التاريخ برضو بيعيد نفسه، لانه احنا وقت الثورات الاخوان برضو اظهروا الاسلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه، طبقوه هم بقى. بس الغرب بالزبط. ما كانش بيعيشوا. النهارده النار ما بتحرقش غير الايد اللي ماسكاها. لما النار جت عندنا وشفنا هذه المناظر، الغرب النهارده يعني اقول لك 99% مش طايق يسمع كلمه مسلم. وكنا منتظرين ان مسلم يطلع يقول اعمل ايه عشان احسن صوره الاسلام في الغرب. لم يخرج واحد، بل لم يخرج واحد يدين اللي عملته الحماس. لان القضيه لا، في ناس بالدين، لكن لان القضيه تخص اسرائيل دائما في حساسيه من ناحيه المسلمين. وانا هقول دلوقتي كمان في يعني بقيت الحلقة هتعرفي ليه، لأنه محمد كان الأصل وعداوة محمد باليهود كانت الأصل. بس أرجع تاني وأقول، بما أنك بتمثلي الكنيسة المسيحية دلوقتي وانت بتكلميني، أنا عايزة أقول أن احنا سواء كنا كنيسة غربية كنيسة شرقية، دورنا أن احنا نوصل كلمة الله، ولا نستطيع أن نخدم من لا نحب. النهاردة أنا كنت بتكلم على الأخت فيرا، أرجوك تروحي تشاهدي الحلقة 492 من المرأة المسلمة الغفران معجزة، عشان تشوفي إزاي ربنا شفى أم قتل ابنها وغفرت للناس دول وبقت تخدمهم، لأن ده الدور الأساسي لنا كمؤمنين.
احنا نصلي، لكن عايزه اقول لك الطريق ماشي منحدر في كليف عميق، وهم مش بيحاولوا يساعدوا نفسهم انهم ياخدوا صوره احسن قدام الغرب. شور ما شفناهاش. شور ده حقيقي، لكن انا بتكلم عن دورنا احنا. دايما هقول النهارده كنت بكلم الشعب الغزاوي، بيقول دورك انت هتعمل ايه عشان تخلص نفسك، انت هتعمل ايه عشان تغير نفسك. فدايما يجب ان ننظر الى انفسنا. الله يستخدمك يا أميرة كأداة سلام في اسم يسوع، علشان من خلال اللي انت هتقدميه والفكرة الجديدة، بدل ما نكون ادوات تخويف للناس نكون ادوات سلام ومحبة، واننا نرجع ككنيسة نعرف فين طريقنا اللي ربنا اختاره. يعني انا عايزه اقول لك انهم دعوني مره في اكاديميه عشان اتكلم عن الاسلام من كتر ما بيشوفوا الرعب ده. فكنت بجاوب اسئله واقول لك ان العميده بتاعت الاكاديميه جت تحضر المحاضره. مجرد اجابه للاسئله اللي بيسالوها اترعبوا. انا ما بحاولش ادي رايي، انا برد على الاسئله بتاعتهم. لدرجه لما اتكلموا على الجنه بتاعتهم، واحد قال دي جنه اسهال عشان واحد يشرب لبن وعسل. ده هيجيله اسهال. يعني طيب بصي يا أميرة، أنا بطبيعتها أنا مش عايزة أطول عليكي. لا حبيبتي، أنا أحب جدا إنك تكملي تتواصلي معايا. الرقم الواتساب موجود، اكتبي لي علشان نتكلم سوا وأتعرف عليكي أكتر، أوكي؟ حاضر يا ماما، ألف شكر. شكرا ليكي حبيبتي، شكرا على مدخلك. وأنا مبسوطة وأنا بسمعك. ربنا يباركك حبيبتي، شكرا ليكي. ميرسي يا بابا، ربنا معاكي. باي باي. أمين، باي. طيب أنا عايزة ألم فكرة الأسرة في الإسلام ومنبع الكراهية اللي موجود في الموضوع ده، لأنه يعني مهم قوي إن احنا نفتح عينينا على الشر فنتجه إلى اللي ربنا عايزنه نشوفه عنه. الإسلام دين فوضوي جدا، لا يمكن أنه يوثق فيه في حياة المسلمين، لا من الناحية العقائدية ولا التعليمية، ولا لأن منبعه شرير، ولأنه مليء بالتناقضات، مليء بالعبارات الرنانة. يتكلموا عن عدالة الإسلام وسبقوا في الكثير من المجالات، وإزاي إحنا الإسلام فيه إعجاز ومش عارف إيه. فأنا اخترت النهاردة أكذوبة الإحسان إلى أو معاملة الأسرة في الإسلام. إكرام وعدل الإسلام للأسرة دي كذبة كبيرة، لأن محمد نفسه ما قدرش يعملها. هو قال كلام بس عمل غيره زي العادة. يعني لو تذكروا احنا عملنا سلسلة عن ازاي الرسول ما كانش بيعيش اللي بيقوله، مش فاكرة حتى كان اسمها ايه، بس كانت سلسلة طويلة. اوكي، فاحنا اتعلمنا الكلام ده واحنا مسلمين، ازاي نأكلهم ونشربهم مش عارف ايه، وبعدين في الاخر اللي ما كانش واضح لينا تقتلهم ان شئت، عندك سلطة تقتلهم لأنهم بقوا شيء ما بقوش بني أدمين. يقول لك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مش كده؟ فخلينا مثلا نشوف من إسلام ويب بيقول إيه. بيقول حبس الأسير سياسة لاستبانة الأصلح. يعني إيه؟ الإمام، خليني أقرأ لكم هتفهموا اللي بقوله. لإمام المسلمين حبس الأسرى حتى يرى فيهم وجه المصلحة، فإما أن يقبل فيهم الفداء بالمال، وإما أن يبادلهم بأسرى مسلمين أو يطلقهم منا منه بلا مقابل، أو يوزعهم على المسلمين رقيقا وسبيا. ده مخلصش، ده لسه بيحصل. يعني في ستات كتير من المختطفات بقوا رقيقا وسبيا، يعني بلا منازع. اوكي، وشفنا داعش وشفنا وشفنا كل ده. اوكي، يقول لك ايه، او يقتل الرجال دون النساء والاولاد لنهي النبي عن قتلهم. فمن حقه ان هو يقتل، من حق الامام انه يقرر هقتلهم ولا مش هقتلهم، على اي اساس. مفيش اسس معينه. ممكن يقتلوا عشان عداوة شخصية، ممكن يقتلوا علشان طمع في مراته زي ما حصل قبل كده. مش فاكرة، كان خالد بن الوليد، مش قادر افتكر مين فيهم بصراحة. قتل الراجل ذبحه
وبص لمراته كده قال لها انت اللي قتلتيني، لانه انا بيقول له انا مسلم ذبحه برضه وكان اسير مش كده. فخلينا نشوف بقى ايه مساله عدل محمد مع الاسرى في موقعة بدر مثلا. خليني اقرا لكم موضوع موقعة بدر ده، الحقيقه يعني مهم ان احنا نركز فيه شويه. خليني اقرا لكم من اسلام ويب، بيقول كده انه هقرا لكم بس الجزء الافتتاحية بتاعة المقدمة بتاعة انتهاء معركة بدر. يقول انتهت معركة بدر ولا تزال الفئة المؤمنة تعيش أجمل لحظات انتصارها، وكان فرد من أفرادها تتراءى له وكل فرد من أفرادها تتراءى له مشاهد التعذيب والاستضعاف اللي مارسها طغاة قريش أيام مكة عليهم، ثم ينظر إلى جثث المشركين وقد تناثرت هنا وهناك فتهيج في نفسه مشاعر لا توصف من الفرحة والبهجة والشكر لله عز وجل الذي أتم النصر وأعلى الحق وأزهق الباطل. مشابهة للحاجات اللي شفناها؟ مشابهة. معركة بدر دي كانت البداية، لكن كانوا بيقتلوا مين؟ كانوا بيقتلوا أهلهم وناسهم. ليه؟ لأغراض كانت مادية سلطوية، عايزين يشتروا يعملوا قوة يعملوا سلاح. كان بيبني دولة، محمد كان بيبني دولة، ودي كل اللي موجودين دول اللي كان يعني اللي اتقتلوا كان ليهم قرايب جوه الجيش، او ما كانش جيش يعني اللمة بتاعت محمد مش كده. ف الحاجات اللي ما بنسمعهاش بقى، يقول لك ايه؟ في تلك اللحظه جاء الامر النبوي بجمع جثث صناديد قريش ليعلم الجميع كيف تكون عاقبه الكفر واهله، وليغدوا مصرعهم عبر الاجيال. فانطلق الصحابه ينفذوا اوامر الرسول دون ابطاء، وكان منهم مش عارف مين ومين وكده. و فعبد الله بن مسعود بقى وهو بيلم الجثث لقى ابو جهل اللي هو يبقى عم الرسول لسه عايش، فقال له انت لسه عايش؟ انا لسه عايش. فالمهم اتكلموا، فراح قطع رقبته ومرجعها للرسول، عم الرسول قطع رقبته ورجعها له. عندنا المشاهد دي النهارده؟ ايوه. منبعها ايه؟ منبعها الافكار السوداويه دي، الافكار الشريره المره دي. ايوه زمان كانوا الناس بتعمل كده في العصور الوسطى، في قبل المسيح يعني، الناس كانت بتعمل كده. لكن النهارده احنا لسه بنشوف انه حسب التعليم الاسلامي والاثر الاسلامي والسنه النبويه ده ممكن يحصل. اوكي. وبعدين بعد كده تمكن المسلمين من جمع جثث المشركين اللي بلغت 24 جثة، فأمر النبي أنه تسحب سحبا وتلقى في أحد الأبار المهجورة في المنطقة، وكان من بين أولئك القتلى والد أبي حذيفة. فمحمد بقى بصله وقال له كده، يا أبا حذيفة والله لكأنه ساء كما كان في أبيك. واحد طلع عنده إحساس، فبيقول له أنت إزاي عندك إحساس؟ انت زعلان على ابوك؟ فقال له يعني معلش، كان ابويا كويس وكان راجل سديد الراي ومش عارف ايه، فيعني كان نفسي انه يسلم. فراح قال له طب معلش، ما دام كان نفسك انه يسلم بقى انا هدعي لك. راح دعاله مش كده. وبعد كده محمد بقى بعد الانتهاء من المعركه بيقول بقى انه ازاي هيتصرفوا في الغنائم، ودي كانت أول مرة بقى بيتقابلوا مع كده. فرحت بقى نازلة الآية اللي هي إيه؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إيه محدش يحط إيده علشان إيه؟ واعلموا إنما غنمتم من شيء فإنه لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. ما عرفش الله هيعمل بإيه والرسول هياخد الخمس ليه؟ عملنا حلقات على الموضوع ده، ولكن عشان تفهم الفكرة، القادة بتوع حماس ما هم دول بقى مش واخدين الخمس، دول واكلينها كلها، دول واكلين كل حاجة. من هنا القادة ليهم كل شيء، هم المسيطرين على ده. طبق الفكرة اللي احنا شايفينها النهاردة. اوكي. بعدين بقى تبتدي قصة طب هيعملوا ايه في الأسرة. ف
عمر قال كده، عمر وسعد بن معاذ، أمر بقتلهم، ولأنهم أئمة الكفر، وفي التخلص منهم ضربة قوية لأهل مكة. بل قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنظر واديا كثير الحطب فادخلهم فيه، ثم أضرمه عليهم وأضرمه عليهم نارا. فإنما أبو بكر بقى قال لك إيه، أنه يعني لا معلش برضو دول أهلنا وكده، طب ما تيجي نسامحهم أو نفتديهم، فيبقى يعني يمكن يسلموا لما يشوفونا ناس طيبين، مش كده؟ فهو بقى محمد مال للموضوع ده، وهنا بقى يأتي غضب إله الإسلام لأنه لم يكن يريد الحياة لهؤلاء. فنشوف بقى إيه، تنزل الآية يقول لك: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ولله والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيما، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفورا رحيما. أنا غفرت لكم أنكم ما أذلتوش الأسرى. قل لي بقى أين هو، وكيف أتى الإسلام بتعليم عادل عن معاملة ناس أسروا في حرب؟ طب دول أسروا في حرب، التانيين اختطفوا من بيوتهم بعد قتل أهلهم. مش بس كده، افتكروا، ما تنسوش أيام داعش، ما تنسوش داعش عملت إيه في جيرانها. مش كانوا برضو لما دخلوا على الأزيديين مش أخدوهم وأسروهم وأخدوا الستات وقتلوا رجالة وقتلوا الستات الكبار، هي نفس الحكاية. المهم من هنا بقى محمد بقى قعد زعل وعيط ومش عارف إيه كده. وبعدين النقطة المهمة بقى، هل محمد كان بيأسر الأسرة بيقتل الأسرة؟ أيوه، هو الأول قال لهم استوصوا بالأسرة خير، أكلوهم وشربوا، مش هيأكلوهم ويشربوا. وبعدين إلا أن ذلك لم يمنع النبي من قتل من اشتد أذاه للمسلمين، كأمثال عقبة ابن أبي معيط الذي قتلوا علي ابن أبي طالب، والنضر ابن الحارث الذي كان من أكبر المحردين على قتال المسلمين، وغيرهم لما دخل مكة، وغيرهم لما أرسل إلى السواري لقتل كل من خالفوه لمجرد أنهم مش داخلين في الإطار اللي هو رسمه للإسلام، مش كده؟ الآيات القرآنية ده كلام إله الإسلام. إله الإسلام غضب لأنهم لم يقتلوا ناس كفاية، ما قتلوش ناس كفاية عليه، ما شبعش، كان عايز يثخن في الأرض. من هو الذي يتكلم بهذه اللغة إلا إله الشر، الشيطان نفسه. محمد واليهود في 5 دقايق اللي فاضية دي، الفضل حابة أقولها لكم سريعا، أنه كراهية محمد لليهود كانت بتتصاعد مع الأحداث. ابتدت يعني هو المشاكل اللي بينه كانت بينه هو وقريش، وكان في تحالفات بقى بينه وبين القبائل. لكن مثلا خيبر كانوا ناس أغنياء، فراح حاصر خيبر وفضل محاصرهم، والمسلمين اللي معاه كانوا جعانين ومش لاقين ياكلوا وكل حاجة، إلى أن يعني قطعوا عنهم المية فالناس استسلمت، قتلوا منهم من قتلوا وسبوا النساء، وكان منهم بقى مين؟ صفية. وبقى الأكاذيب بقى الكتيرة بقى، علي ومعجزة وشال الباب، وإنه باب الصرح علي شاله وكسره ورمى بيه الناس، وحاجات زي كده، خرافات إلى الآن نسمعها، زي السنوار ده اللي بيقول لك كنا هنبعت 300 صاروخ، خرافات. كانوا هناك عشان يسرقوا أموالهم ويسبوا النساء. وهنا نسمع بقى عن صفية. صفية اللي جوزها من خيبر وأهلها في خيبر، وبعدين بقيت أهلها بقى من بني قريظة، فيسبيها ويتزوجها ويغتصبها، مش يتزوجها بقى، ويغتصبها ويعلنها زوجة بعد كده رغما عنها. والناس تقول له انت لسه قاتل ابوها واخوها ومش عارف ايه، ازاي هتتجوزها؟ لا.
وبعدين تطلع بقى الخرافات انها حلمت بيه ومش عارف ايه والكلام ده كله، التجميل، عمليات التجميل. اوكي، لكن الله كشفه واحنا كشفناه. ازاي يمكنك انك تصدق انها تحب من قتل اهلها امامها؟ بعدين بعد كده اله الاسلام المتعطش للدماء بقى ينتقل الى بني قريظة، وفي بني قريظة يقتل كل الرجال بقى وكل من انبت والكلام ده كله. لما يسأل شيوخ المسلمين في هذا الامر، انا حابة بس يعني اقرأ لكم سؤال بس مثلا من الناس اللي بتسأل في موضوع ازاي انت الكلام ده، هل قتل بني قريظة عدل ولا لا. ففي واحد بعت سؤال لإسلام ويب بيقول لهم كده، صحيح بنو قريظة خلفوا العهد، لكن أساس الحرب كانت بين مشركي قريش ومكة والمسلمين، لماذا عند دخول المسلمين إلى مكة لم نسمع قصص المشركين وسبيا للنساء ومصادرة الأموال كما فعلوا مع بني قريظة؟ مش دي ازدواجية؟ وبعدين بيقول واحد تاني بيقول له، كان رسول الله ذو خلق عظيم، فلا أفهم كيف يقبل بتحكيم سعد ابن معاذ، وكانوا الأسرى أسرى مقيدين واقفين ما بيعملوش حاجة، وطلبوا ان هم يرحموا، لكن محمد قتلهم. ويرد الشيوخ ويقول أصلا ما قتلش كتير، يعني هو يدوب كده مثلا قتله 300 ولا حاجة زي كده، ما لهمش قيمة يعني 300 يهودي. هذه هي الكراهية اللي زرعها محمد، اللي كانت ضد اليهود وما زالت ضد اليهود لحد النهاردة، بين المسلم واليهودي دم. لكن الله النهاردة عايز يقولك انت ما فيش بينك وبين حد دم، انا اغفر لك واغفر له، انا اضع سلامك بينك وبين عدوك، انا اللي بقولك احبوا اعدائكم باركوا لعينيكم. عايزاكم تشوفوا الصورة اللي جاية دي. شوف، أنا ابتديت الحلقة، تحط الصورة، أنا ابتديت الحلقة بالكلام عن بفيديو الأطفال ده. الصورة اللي انتوا شايفينها دي صورة لعائلة، الطفلين دول كانوا من المختطفين، والأم والتلاتة ماتوا، الأب بس اللي فاضل دلوقتي. ابتديت بأطفال غزة وبنتهي بأطفال إسرائيل. الإنسان ما يفرقش بينه وبين الإسلام، بين الإنسان الآخر شيء، لكن الإسلام بيفرق. الله لا يفرق بينهم، لكن إله هذا الدهر الذي أعمى عيونهم وأذهانهم هو الذي يفعل ذلك. الله عايز يضع سلامه في وسطكم اليوم، الله عايز يغير حياتك أنت، فتشوف أنه إله محب يستطيع أنه يغير قلبك ويشفي كل جراحك في اسم يسوع. بصلي من أجلكم ونراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.